دائما يا كابتن حشيش البعض ينتظر سقوط النادي الاهلي، وهل حضرتك بتعتبر ان انا اخرج من بطوله الدوري الافريقي ان انا اصل للنهائي نصف النهائي؟ انا عارف ان دايما الاهلي ينظر الى النهائيات وكل هذه الامور، لكن ان انا اصل للنصف النهائي فهل ده بتعتبره سقوط في الاساس؟ طبعا لا، يعني النادي الاهلي ياما خد بطولات وفرحنا كتير بنفس المجموعه بتاعت اللعيبه دي ونفس الجهاز الفني. مش معنى ان انا اخفقت في بطوله او خرجت من دور نصف النهائي للظروف معانا احنا عارفينها برضو، نتيجه طبعا المباراه الاولانيه والتحكيم والمباريات، لا وسوء الاداء برضو خلي بالك يعني طبعا والاداء لان واقعيين يعني لان احنا اتفقنا ان البطوله اللي هي بتاعت السوبر دي جت في توقيت صعب شويه حقيقي، ولسه حاجه جديده بيجربوها ومباريات مضغوطه، النادي الاهلي لسه بادئ موسم جديد لسه ما وصلش برضو للاخر التوب فورم يعني. في طبعا النواحي الفنيه يعني اقصاها، فكل دي امور وارده. وبعدين ما هو ما فيش فريق في العالم كل موسم ياخد البطولات كلها، يعني ما فيش فرقه في الدنيا بتاخد الكلام ده. الجمهور الاهلي بيتطلع لهذا الامر، ولكن يعني كلنا امل ان احنا اي بطوله بنخش فيها او اي منافسه بناخد مركز اول، بس ده ما ينفعش يعني. لما اللعيبه دي برضو لها طاقه ولها قدرات وفي فرق تانية، امال المنافسه تيجي ازاي؟ هي لما يعني تيجي انت يعني احنا كنا بنقول ان احنا في الدوري العام السنه اللي فاتت ما فيش منافسه والنادي الاهلي فارق بحاجات كتيره وارقام كبيره انما ما هو حلاوه الكوره ان يبقى في منافسه، انك تخسر انك تتعادل انك تادي، بس هو اهم حاجه ويمكن جمهور الاهلي عارف ان او حابب دايما ان الاهلي طبعا يكسب، وغير المكسب كمان الاداء. يمكن الناس كانت معترضه، بعض الناس معترضه على الاداء اللي احنا ممكن نتكلم فيه بعد كده، انما بشكل عام طبعا النادي الاهلي ماشي كويس، عنده مجموعه لعيبه من احسن اللعيبه اللي موجوده، والحمد لله حتى البطوله المحليه بتاعتنا صحيح. احنا العلامه الكامله 3 ماتشات ربنا يعني هنتكلم عن البطوله. خالد، برضو من الامور ان هناك هجوم شديد على بعض اللاعبين دايما في مثل هذا التوقيت عندما ننظر للي بيحصل في